الشناشيل البغدادية لشناشيل بغداد نكهة من نوع خاص تعيد المتجول في الأحياء القديمة التي ما زالت تحتفظ بهذه الأبنية إلى القصص والحكايا التي تناقلتها الأجيال. تلك الأحاديث التي تتعلق بالترابط الأسري والعلاقات الإنسانية التي تربط أبناء الحي البغدادي الواحد. وتعد الشناشيل من أهم المعالم الفلكلورية البغدادية، وهي تمثل الشاهد على جميع التحولات الاجتماعية والحضارية التي مر بها العراق، وما زال بعضها يقاوم الزمن ويطاول ببهائه التطور العمراني. والشناشيل هي شرف تبنى من الخشب. أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجعنا لكم حلقة جديدة. حلقتنا هذا اليوم هي في مدينة الكرمية، راح نتجول داخل الأزقة القديمة اللي موجودة والشناشيل البغدادية اللي موجودة. هاي الأحياء اللي قريبة من مقعد الإمام الكاظم عليه السلام. تعالوا ويانا، راح نتجول داخل هاي الأزقة. والشناشيل هي شرف تبنى من الخشب في الطابق الثاني من البيت وتطل على الشارع، فقد كانت البيوت تبنى بالطابوق، وفي الطابق العلوي تبنى الشناشيل، وغالبا ما تكون قريبة من أخرى تبنى في المنزل المجاور. ويرجع تاريخ معرفة البغداديين بالشناشيل إلى أكثر من 100 عام، وكانت الأحياء البغدادية التي انتشرت في مطلع القرن الماضي تحمل طابع بناء شبه موحد يعتمد الشناشيل في بنائه. المختص في تاريخ بغداد والباحث قال إن الشناشيل تعود إلى أزمنة قديمة ولا ترجع إلى تاريخ العراق الحديث، مشيرا إلى أن الأبنية في عهد الدولة العباسية كانت تحمل طابعها الشناشيل. بمرور الزمن كانت الأبنية العمرانية التي تعتمد الحداثة في تكوينها تهتم بوجود الشناشيل، وهذا ما تثبته الآثار الموجودة منذ أزمنة تعود لأكثر من 700 عام. وتظهر الشناشيل حرفية المعماري البغدادي، إذ يؤكد الباحثون إن هذا الطراز العمراني ذا الطابع الفريد والمتميز يرجع إلى أولى الحضارات التي عرفتها أرض بلاد الرافدين منذ 7000 عام، مرورا بعصر صدر الإسلام والعصرين العباسي والعثماني. إن الخشب يدخل بشكل أساسي في مواد بناء الشناشيل البغدادية، ونظرا لخفته يكون في الطابق الثاني من البناء الذي يتكون في العادة من طابقين، في حين يعتمد الطابق الأول على الطابوق والحديد والإسمنت. إن الشناشيل مع وجودها في أزقة ضيقة، وهو ما عرف عن الأحياء البغدادية القديمة، توفر غطاء لهذه الأزقة وللبيوت، فتخفف من شدة أشعة الشمس وتحقق منطقة ظلية واسعة تساعد في تلطيف الجو سواء في البيت أو الزقاق. ولكون البيوت متلاصقة ومتجاورة ومتقابلة في صفوف بالزقاق الواحد، تكون نسقا معماريا ذا أبعاد هندسية جميلة، لأنها في ارتفاع واحد سواء عن مستوى أرض الزقاق أو عن مستوى إطلالتها أو طلعاتها الخارجية، وتعد
تمنع السلطات العراقية هدم هذه المعالم التراثية بموجب قرار قديم، لكن بعض ملاك هذه البيوت يفتعلون حرائق تطيح بها. مستمرين تصوير الشناشير البغدادية اللي موجودة بمنطقة الكاظمية. هاي الشناشير القديمة، هذا الطراز القديم، هاي الشناشير الحلوة اللي جاي تشوفها انت، يعني شيء يعتبر من التراث العراقي القديم. هذا تراث لازم احنا نفتخر به، لان هذا يمثل حضارة وادي الرافدين، حضارة العراق اللي انبنت صار لأكثر من 150، وذلك لبناء بيوت حديثة أو بيع أرضها للاستفادة، ولكونها تقع في قلب العاصمة أصبحت هدفا لسماسرة العقارات. هي كلها عبارة يعني البلكونة اللي يسوونها هي من الخشب، يعني البناء كله خشب، الجدار طابو قديم كلش، صار هاي للسقوط لأنه ينتهي متهالك، طابو كلش قديم، حتى الحيطان مغلوبة واقعة، وهذا السقف مالته هو كله خشب، جاي تشوفه متصل واحد بالثاني، خشب كله. اليوم احنا تجولنا بالازقه القديمه مال الكاظميه اللي هي تعتبر من التراث العراقي اللي موجود بمنطقه الكاظميه، شناشير بغداديه، هاي حال الشناشير اللي موجوده محافظه النجف. راح نتجول بقيه الاماكن اللي موجوده بهاي المنطقه. الشناشيل هي واحدة من أهم الشواخص المعمارية التي تحاكي الهوية الجمالية للمدن العراقية وأحيائها وأزقتها القديمة وبيوتها التي تعاني اليوم من الإهمال والتآكل والقدم، بعد أن كانت رمزا للجمال والإبداع الفني العراقي. الشناشيل هذا التراث الذي يقف اليوم أمام تصدعات الزمن وإهمال المعنيين، يحكى اليوم آخر قصة في زمن الماضي الجميل لعلها تكون سفينة النجاة. وبين الأزقة الضيقة أي الدربونة وقرب سوق حنون بحي التوراة التابع لمنطقة قنبر علي في جانب الرصافة بالعاصمة بغداد، تقتادك رائحة خشب الصاج الرطبة المنبعثة من واجهات تلك المنازل المبنية من الخشب والزجاج، التي تعرف في اللهجة العراقية اليوم باسم الشناشيل، وترتبط الذاكرة العراقية الساكنة في تلك البيوت المبنية من الطابوق الآجر والخشب بسحر أنغام موسيقى المربع البغدادي والمقام العراقي ورائحة الشاي أبو الهيل وعبق الماضي البغدادي الجميل. والشناشيل ومفردها شنشول هي شرفات خشبية مزخرفة هندسيا بالرسم على الزجاج، تعمل على إبراز واجهة الطابق الثاني بأكمله أو غرفة من غرفه بشكل شرفة معلقة بارزة إلى الأمام. وتمتاز مناطق الشناشيل وهي في أغلبها اليوم أحياء شعبية تهيمن عليها روح التقاليد المحافظة بالبساطة التي تجدها متجسدة في النساء اللواتي يفترشن عتبات تلك البيوت. أعزائي المتابعين، حلقتنا لهذا اليوم هي بخصوص الشناشيل البغدادية اللي موجودة مدينة الكاظمية. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد، وانتظرونا في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله عجبكم الفيديو لهذا اليوم بخصوص الشناشيل البغدادية اللي اليوم اتجولنا بين الأزقة والدرابين وصورناها لكم. سووا لايك للفيديو واشتراك بالقناة حتى يصعد للمتابعين. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.